نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا تعرضت مقاطعة الشهباء بالأخص وحلب حي حلب الشيخ مقصود لكثير من الأضرار. هذه الأضرار نتجت عن الزلزال الأول الذي حصل في 6 من شباط والزلزال الثاني الذي حصل ونتيجة الهزات الارتدادية التي تحصل إلى الآن. من المعروف في مقاطعة الشهباء كانت مقاطعة الشهباء تعرضت كثير من الحروب وكثير من الدمار نتيجة القصف المستمر من قبل الدولة التركية ونتيجة الحروب التي حصلت ضمن المنطقة، وإلى الآن القصف ما زال مستمر والبنى التحتية والمنازل الموجودة ضمن مقاطعة الشهباء تم تشكيل لجنة للكشف على المنازل المتضررة في الزلزال الأول الذي حصل في 6 من شباط. هذه اللجنة قيمت أغلب المنازل التي تعرضت للهدم، فالنتيجة أولية كانت أحصائية تفوق 1500 منزل، ولكن عندما حصل الزلزال الثاني ونتيجة للهزات الارتدادية المستمرة في المنطقة زادت من معاناة الأهالي وزاد من دمار المنازل، فكانت مجموعة كبيرة من المنازل مهدمة ويوجد قسم من المنازل معرض للهدم وقسم من المنازل تهدم في الأصل وبالأصل أصبح غير صالح للسكن. ولهذا نحن كلجنة البلديات لجان البلديات ضمن النواحي وهيئة الإدارة المحلية في مقاطعة الشهباء قمنا بتأمين بعض المواد من اسمنت انحاتة بحص. ومن المعروف مقاطعة الشهباء تعاني من الحصار المستمر من قبل حكومة دمشق، وإلى الآن الحصار ما زال مستمر في ظل هذه الظروف، في ظل هذه المعاناة التي يعانيها الشعب، المعاناة الإنسانية الحقيقية، فقدان مادة المازوت، هذا يمنعنا أيضا من إخلاء بعض المنازل، من إنزال بعض الأحجار التي ممكن أن تسبب في وفاة بعض الأشخاص إن تعرضت للهدم. فقدان المواد الأساسية هو ما يؤثر سلبا على عملنا، لكن ضمن إمكانياتنا المتاحة ضمن الإمكانيات الموجودة نقوم بكل ما وسعنا بكل جهدنا لتأمين احتياجات الشعب، أيواء الشعب في أماكن آمنة في ظل هذا البرد القارس، في ظل ظرف الشتاء، وفي ظل الحرمان الذي نعيشه من كافة المواد الأساسية. قمنا بتوسيع بعض المخيمات، مخيم سادم نقوم الآن بتوسيع، قمنا بتجهيز بعض الخيام، والآن الأهالي الوافدين من حلب موجودين في تلك الخيام، والآن نقوم بتوسيع المخيم وبناء 300 خيمة في مخيم سادم. قمنا بالكشف أيضا على المدارس، كان هناك دمار أيضا في المدارس وفي خطورة على الطلاب الموجودين ضمن المدارس، ونتيجة كشف لجنة المهندسين لجنة الكشف قمنا ببناء مخيمات من أجل استمرارية العام الدراسي ضمن المدارس.